الجيش اللبناني والقوة الدولية طوقا موقع الانفجار، حيث سارع رجال الإنقاذ إلى انتشال الجثث وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد النيران. وبعيد الهجوم سارع حزب الله إلى إدانة الاعتداء، واصفا إياه بالعمل المشبوه الذي يضر بأهل الجنوب ولبنان، ليكون بذلك أول الأطراف المستنكرين للاعتداء. فيما رأى الرئيس اللبناني أميل لحود أن أي مساس بالقوات الدولية هو كالمساس بالجيش اللبناني، لأن دورهما في الجنوب واحد، كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية. أما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فوصف الاعتداء بالعمل الإرهابي والمشبوه الذي يستهدف أمن لبنان واستقراره، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيزيد الحكومة اللبنانية إصرارا على تطبيق بنود القرار 1701 بحذافيره. دوليا دانت كل من فرنسا وواشنطن عبر وزيري خارجيتهما الهجوم على قوات اليونيفيل التي تضم نحو 1100 جندي إسباني في صفوفها. نعبر عن الأسف باسم رئيس الجمهورية الفرنسية وندين هذا الاعتداء ضد الجنود الإسبان من اليونيفيل. من الواضح أن مهمة اليونيفيل كانت حيوية جدا للمساعدة في وضع حد للحرب التي اندلعت في لبنان الصيف الماضي، والمساعدة على إحلال السلام، وأنضم إليكم في إدانة هذا الاعتداء. إشارة إلى أن اليونيفيل كان تم تعزيزها إلى 30,000 جندي العام الماضي بناء على قرار أصدره مجلس الأمن الدولي إثر حرب تموز يوليو الماضي بين إسرائيل وحزب الله. أصدر المكتب الإعلامي لقوات